ديرين، مرحبا بكم، منورين منورات، ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله حياتكم في امن وامان. يلا قولوا لي منين اين مدينات، بغيت نعرف اين مدينات كل واحد فيكم. يقول لي مدينة وبلاد بيد ما نطلعوا، بيد ما يدخلوا ان شاء الله الاخرين معنا. تانا توحشتكم حبيبتي نوال. ورمضان مديور للسكينة ماشي مديور باش نبقاو نخرجوا لايفات لايفات لايفات، سينو انا ما غاديش نتشارجا في الطاقة ديالي وما غنضفش. انا باقي عندي ملفات ديال التنظيف، ما مديورش باش نبقاو غير خارجين لبرا. مادام سدوا لينا الحجر خصنا ندخلوا للداخل ديالنا شي شويه. تيتوان سيدي قاسم، طنجه، سليمان. انا عارفه اليوتيوب كيعطيني المغرب اكثر المتتبعين، وفي المغرب كاينه كازا هي اللي كتبعني بزاف، واليوتيوب كيعطيني المغرب اكثر المتتبعين، وكيعطيوني العيالات اكثر من النساء، يعني اكثر من الرجال. الله يبارك فيك حبيبتي مجيده، والله اكرم. صويره باريس، مرحبا مجدا باريس. مينا العاصمه الجزائر، مرحبا بالجزائريين. ايمان معايا الفريق تقريبا غيطلع كله دابا. اكادير تانا توحشتكم والله العظيم. شكون اللي ما معناش في قناة نور على نور؟ ايمان راه معايا الفريق كله كيكتب لكم. اللي ما معناش في قناة نور على نور يدخل معانا، انا نورمالمون كنهضر فيه تقريبا يوميا. ايكا بريطانيا، مرحبا بالناس بريطانيا. حسيمة، مرحبا بالناس ديال الشمال. والوافة تا هما مرحبا. امريكا، حسنة من امريكا مرحبا. ناطور مرحبا. ستات مرحبا مرحبا. كازا، وجدة حبيبتي حنان، انا كنفرح بيكم والله. مرحبا الناس بروكسل. كيقولك مرا كيش تباني مريم، علاش تبان؟ واش حنا سميتو رمضان مديور باش نبقى نبانو؟ لا، مديور باش ندخلوا للداخل ديالنا وننظفوا. راكم تشوفوا شنو تحلوا ليا، على غير نتوما اللي كيتحلوا لكم كوكوتات ديالكم. راه انا كوكوتاتي كيتحلوا، وباش نقدر نتبع معكم خاصه انا نقبل الكوكوتات ديالي. واش فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ راه ماشي معقول بنادم يبقى يخرج 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 لايفات. انا ما كنخرج حتى كيقول لي ربي خرجي، ما كنخرج حتى كنحس بكم وصلتوا لحدكم في شي حاجه، ما كنخرج حتى كيجيني واحد الميساج بان راه شي حاجه واقعه عندكم كاملات، يعني نتوما كاملين وقع عندكم شي حاجه، عاد كنخرج. اما سينو انا ما كنخرج. اسبانيا، الناس من اسبانيا. مرحبا مرحبا بسميره من اسبانيا، مرحبا بكم. ناخذ واحد 5 دقائق حتى يدخلوا الناس ونبداو ان شاء الله باذن الرحمن. حبيبتي انتي لي منوره. وفاء من بلجيكا، زين بايطاليا، سلا مرحبا بنت سلا، كولن عندنا حدايا، المانيا مرحبا، فرنسا. حبيبتي قالت لي مصباح هي كتعاود الاوديات، برافو اللي كيعاود الاوديات ديال التليجرام، برافو والله الا برافو. قالوا لي بان التعليقات كي غندير ليها بلاتي، انا نشوف التعليقات جايين في وجهي، اذا خاصني نطلع ياك، نطلع بلاتي نشوف. هكا لا، جاو في وجهي. واما كي غندير نطلع يمكن الكرسي، انا نشوف واش الكرسي خصني نهزو. فوالا يمكن هكا احسن، هذا احسن، ويمكن حتى هذه غنزيد نطلعها شويه نهبطها شويه. فوالا
اوكي انا شوي ما كنعرفش، انا نقطع التعليقات صراحه، ما كنعرفش نقطع التعليقات. وزيدون ما خرج في واحد الموضوع مهم بزاف، تنسمع الموضوع شنو واقع وتنعاود نخرج. الوغ شنو واقع، شنو واقع عندكم، شنو واقع عند الناس كاملين، هي السدة ديال برا ديال الحجر الصحي، وحنا كلنا سادين على الداخل ديالنا. تبتوا معايا، حنا كنا سادين على الداخل. الى عقلتوا ديما كتسمعوني كنهضر لكم على الكوكوطات والطناجر ديالنا الداخل، اللي كنساد على الداخل ديالو عمره ما حل. انا عارفاكم اللي متبعني غيكون ديجا بدا كيحل بشويه بشويه، اللي ما عمره ما حل وهاد السده ديال الداخل تزيدوا عليها السده ديال برا، راه صعيب علينا الحال، صعيب، ماشي سهل، ماشي سهل. نقدروا نوصلوا الاكتئابات، نقدروا نوصلوا العصبيه، يقدروا داك الكوكوطات يكونوا كيطلعوا كل ساعه، يبداو يتفرقعوا بشويه بشويه. بس نشوف واحد الميساج جا، اوكي. كنشوف انا غنرجع على القضيه ديالي، انا نرجع عليها ان شاء الله، وخافي تجاوبت عليها باذن الرحمن. الوغ دونك كاينه السده الداخل وكاينه السده ديال برا. شوفوا انا كنقول لكم واحد الكلمات اللي بسيطين تقدروا تكونوا سمعتوه من عند نفس المدربين ولكن بطرق مختلفه. يهضروا لكم على النفس، يهضروا لكم على الشاكرات، يهضروا لكم، خليني من الصداع كامل. انا غنهضر لكم بالمغربيه ديال السدان والكوكوتات والزرابه باش تفهموا مزيان شنو راني باغي نقول، سينو انا بقيت نعطيكم داك الكلمات ما غاديش نوصلوا لبعيد. اوكي دونك حنا كنا سادين على الداخل ديالنا، كنا سادين على الاطفال الداخليه، المشاعر ديالنا، واخا بلي بغيت نزيد كلمات اخرين، كنا حنا سادين عليهم. ملي جات السده ديال برا راه صعيب الحال، ماشي سهل، ماشي سهل، هادشي ماشي سهل. وسورتو بان ما بينلناش هادشي واش غيتحل بزاف. بلجيكا حلوا لينا كلشي نهار الاثنين، حلوا كلشي، حلوا الخدمه الناس، حلوا المجازات، حلوا كلشي، وسوا ديزون الدراري غيدخلوا المدرسه السيمانه الجايه. انا ما موافقاش على هاد الحل هادي، ولكن ما عندي ما نبدل في البلاد، ماشي شغلي. انا خديت الاحتياطات ديالي بالنسبه لي انا والوليدات ديالي، واللي بغي يحل يحل، واللي بغي يدير يدير. بلدان اخرين مازال ما عارفينش راسهم كاع واش داكشي غيتحل، يمكن المدارس ما غيتحلوش كاع حتى سبتمبر. هادشي كله غادي نوض فيكم بزاف ديال الحوايج في الكوكوتات ديالكم، مشاعر مختلطه فيها غضب، على شعور حزن، على شعور اكتئاب، على شعور ديال الكره، على شعور ديال الحسد، على شعور ديال عدم التفاهم، على شعور ديال هاد المشاعر كلها غتطلع، كلشي غيطلع، كلشي هاد الايامات غيطلع. وبرافو عليكم، الله يعاونكم، هادشي كله غادي يطلع، هادشي كله غادي يطلع. معنا المغاربه، معنا النورين، معنا النورين. معانا المغاربة، معانا المغاربة، معانا حتى المنورين في اللايف. شكون اللي حاليا غادي الكوكوتات ديالو تيتحلو سورتو مور هاد الشهرين ديال السدان ديال برا؟ دوك حنا كنا مسدودين من الداخل ودابا سدو علينا من برا، ما كنعرفو فين نخرجو. حيت علاش؟ حيت قبل ملي كان هادشي مسدود للداخل شكون اللي كنديرو؟ كنا كنهربو، كنهربوا مع الصحابات، كنهربوا مع الخروج، كنهربوا مع الخدمه، كنهربوا مع التسواق، نقصوا ندورو في الزنقه ونشري ولا ما نشريوش ماشي مشكل. كنا كنهربوا مع السفر، اللي عنده الفلوس كان كيسافر بزاف. كنا نهربوا كاين اللي كتخرج من دار لدار تبقى غير غدا، حقا نعضى عند ولادي انا، حقا ما عرفت شنو، اولا عند امي. كنا نخرجوا، كنا كاين بزاف ديال انا مشيت قريت القران، انا مشيت للجامع، انا مشيت تقديت، انا مشيت هادي، انا مشيت فصلت تقشيط، انا مشيت فصلت هادي، انا مشيت عند كوافور. كنا نهربوا. دابا ما عندنا فين نهربوا، دابا ما عندنا فين نهربوا. اذا دابا عاد الكوكوتات ديال الداخل غيتحلوا بصح. وقلتها لكم راه اللي سمع الاوديات ديالي ديال في التليجرام، راه قلتها لكم، قلت لكم راه هذه هي الوقت، هذا هو الوقت اللي ما حلش بالخاطر الكوكوتات ديالو غيتحلوا له بالهلي كزيلو بالمغربيه ديالنا، غيتحلوا. اوكي، اذا شكون اللي حاليا محلول له وتحلوا بلا ما بغاهم يتحلوا؟
فوالا وحده تتقول لي انا العصبيه مع ولادي كترات، وحده كتقول لي ما قدرتش نحل الخايفه. حبيبتي انا نقول لك واحد القضيه، حليهم بالخاطر، حسن ما تحلي، حسن ما يتحلوا لك بالبركان، راه ماشي غير كوكوتات، راه براكين كيتحلوا. وحده قالت لي انا فعلا في حالات اكتئاب، قالت لي وحده انا تنحل وش بعت بكاء، بكي نضفي البكاء والعطش اتشو العطش وحاشكم النفيسيل والعرق بزاف والرائحه من الوراء، هادشي كله تنظيفات طاقيه ديال الجسم المادي، ماشي مشكل، ماشي مشكل. وغير بكيو الا جاتكم على البكاء، بكيو ماشي مشكل. كاين اللي كيحس بهدوء مزيان، الحمد لله، اللهم لك الحمد. واخا داك الهدوء انا كنخاف منه، انا اللي تيقول لي شي حد حاس بهدوء في هذا الحجر الصحي خصو يكون حل بزاف د الكوكوتات ديالو قبل باش يقدر يحس بهذا الهدوء هذا. شكون اخر؟ المهم اللي حاس براسو كالم الله يعاونو، ماشي مشكل. انا ما حسيتش بالخنقه في هذا الكوفين، مو علاش. كاين جوج الحلول، يا اما بصح ملفات ديالك ساليتيهم قبل وحليتي كوكوتات ديالك قبل ونظفتي شحال من حاجه قبل وتصالحتي مع النفس ديالك والعقل ديالك والروح ديالك، تواصلتي معها وراكي في هدوء وطلعتي في مستويات عاليين ديال الطاقه والوعي والحمد لله، وفهمتي اللعبات ديال الكون وكتواصلي مع الرحمن والميساجات كيجيوك مقادين وزيد وزيد وزيد. سوا العقل الباطن ديالك والايغو ما مخليكش تحلي حتى شي حاجه حيت خايف عليك، والاكثريه كيدخلوا في خوف، والاكثريه كيدخلوا في خوف. كاين الحساسيه كثير هاد الايامات وبزاف اللي تحل وبزاف ديال الدروس. برافو حبيبتي هدى، كتبي الدروس، كتبي وحاولي تقارني ما بين الدروس وتخرجي الدرس الاكبر في تجربتك الارضيه حاليا، حيت كاينين دروس صغار وكاينين دروس كبار. كاينين دروس كبار اللي هما اللي غتمشي عليهم وهما اللي ملي يجيك رسول غادي يكون جايبهم ليك، جاي يراجع معاك. دوك قبل ما يوقع لك الكلاش مع داك الرسول في الطريق، انت تعرفي توصلي لهم، تعرفي الدرس ديالك دغيا وما تصادميش مع الرسول. يلا يدخل الرسول يبدا يعلمك الدرس، انت تجاوبيه دغيا وتحبسي وتحيدي الرسول من الطريق وتاخدي الرساله ديالو وتزيدي في الطريق. مزيان، برافو عليك. انا خرج لي اكبر مشكله في حياتي اللي كنت ماجلاه، برافو. هذا هو الوقت، هذا هو الوقت ديال التغربيل، هذا هو الوقت ديال التنظيف. طلعت لي العصبيه مع ولادي، الغوات بزاف مع القرايه، هادشي اللي واقع حاليا. بزاف بزاف كيجوني الميساجات بحال هكايا بزاف، غير هي الله يرضي عليكم. الا ما بغاوش ولادكم يقراو في واحد اللحظه غتبزو عليهم شويه، ولكن ما تضغطوش عليهم، ما توصلوش للضرب، ما توصلوش للعصا، ما توصلوش للغوات. الغوات اوكي، حنا راه اصلا الدخل ديالنا عامر باش نزيدو نغوتو، وغنقولها لكم عاوتاني ونعاود بزاف بزاف بزاف، ما تغروش في مدربين كيخرجوا بواحد الهدوء بحال اللي حياتهم ما فيها والو. عندك وتغروا، شتي الا خرجنا لكم ساعه راه كاينه 24 ساعه في النهار، هادشي الا خرجنا لكم ساعه في النهار، اما الا خرجنا لكم ساعه في الشهر ولا ساعه في السيمانه راه كاينه داك المده كلها اللي ما كتشوفوش حياتنا فيها. كون نجيو نحطوا لكم كاميرات في الدار وحطوا لهذوك المدربين كاميرات في الدار وتشوفوا شنو واقع. راه ماشي ما يكذبش عليكم الكذاب ويقول لكم رحنا واصلين، رحنا هدوء، رحنا ساكين، رحنا زين، رحنا بيس اون لوف، وداك داك ديال ناماستي. لا لا، ما تغروش بهادشي هذا، ما تغروش. انا نقولها لكم ونعاود، ما تغروش، ما تغروش، لان شنو كنطلعوا ونهبطوا، نطلعوا ونهبطوا، نطلعوا سورتو الا كنا في مستويات نازلين. الا كنا في طاقه طالعه اوكي ماشي مشكل، ولكن ما تغروش، ما تغروش. يا داك يا نوعيه من المدربين صراحه كيكونوا متواصلين، كاينين نوعيه مدربين متواصلين، وانا بديت دابا كنوعى وكنعرف وكنهضر على المدربين في العالم العربي.
هذا الشيء اللي كنقول لكم على العالم العربي، ما كنهضرش على المدربين الاخرين. المدربين الاخرين فيهم مصداقيه كثيره، الناس ديال الامريكان وديال كندا وديال اوروبا فيهم مصداقيه كثيره، ملي كيخرجوا في اللايفات ديالهم ولا ملي كيخرجوا في البرامج ديالهم كيكونوا مصداقيه. تيقول لك باش حس، كيقول لك باش طاح، تيعاود على راجلو، كيعاود على مرتو، كيعاود على ولادو، كيعاود على كل شيء. وهذا الشيء اللي تعلمت انا منهم، تنتعلم نكون حقيقيا، نخرج كما انا، ما نبقاش نكذب على الناس. لان ملي كتشوف هذوك الناس فين واصلين تتقولي او انا شنو هاد التخربيق اللي عايشه فيه هنايا، سي با نورمال. علاش هادوك عايشين هكا وعلاش انا؟ غينوض الحسد، غينوض الغيره، غينوض القلق، غينوض نتوما غتغير حالكم من الداخل. لا راه ما واصلين، ماشي كيستيون دو واصلين، كيستيون انكم نتوما ما كتشوفوش بعينيكم 24 ساعه ديال الناس. هادوك المدربين ما تيوريوكمش 24 ساعه ديالهم. وتا الى خرجت كتهضر في واحد الموضوع وكتهضر عليه وهي مرتاحه، هذاك الموضوع، هذاك الملف هي سداته. صافي دير كوا ملف سداته. راكم عرفتوني انا دابا كنهضر معاكم، كاين ملف ديال الزوج، كاين ملف ديال الحما حمات عجوزك، كاين الملف ديال الفلوس، كاين الملف ديال الله، التواصل ديالك مع الله، كاين الملف ديال وليداتك، كاين الملف ديال صحتك، يعني غليظه ضعيفه قصيره طويله ما كتقبليش ذاتك، يعني الجسم المادي، كاين الملف ديال الاهداف، كاين الملف ديال المشاريع، كاين الملف ديال الخدمه، كاين الملف ديال العلاقات، كاين الملف ديال الوالدين، كاين الملف ديال الخوت، كاين ملفات كثار. الا شفتوا مدربه خارجه كتهضر على واحد الملف وهي مرتاحه فيه وعينيها كيبري وكتهضر عليه زوين، راه ساده غير داك الملف، مي ملفات اخرين راه ما متوازناش فيهم. دوك ما تغروش في كل شيء، ما تغروش في كل شيء، لان كون سالينا الملفات ما نبقاوش هنا فوق الارض، ما نبقاوش غير رجعنا، حيت باقي الملفات محلولين، باقي الملفات محلولين. انا في الانفجار، انا كانوا محلولين وزادوا. انا اكتشفت انني كنت عايشه 10 سنين في الحجر الصحي. سبحانك يا الله، يعني مده طويله وانت مسدود عليك لداخل. بصح العصبيه مع الوليدات، انا غنجي العصبيه مع الوليدات، انا مازال مخربقه وغتزيدي تخربقي، هذاك هو الطريق. انا وليت مجنونه. انا واقفه في مكاني من سنين وما عرفتش واش ندير، بدي بحاجه بحده عافاك. انا ما كيخرجوش ليا الاطفال الداخليين، وحتى الطفوله ما كنتذكرها، سي نورمال عادي، الايغو سد لك كل شيء. داك كتقول انا ما بقيتش نهرب، والولي الا خفت وليت كنواجه الخوف. برافو عليك، حليتهم بالخاطر وبكيت، برافو. لقيت راجلي مزوج وولد مخبي، بيان سور غيتكتشفوا العجب، غيتكتشف العجب. اللي تيقول لي سكينه، كاينين، انا قلت لكم راه كاينين جوج ديال الطرقه، اللي تيقول لي انا في هدوء وسكينه، شوفوا واش داك السكينه حقيقيه ولا راه العقل الباطن ديالكم شد لكم وسد لكم داكشي وما خليكمش تدخلوا فيه. سقطوا المغاربه، سقطوا المغاربه، 99.99% ديال المغاربه محطوطين في طاقه العار. عرفتي شنو هي طاقه العار؟ ما راضياش، وكنشوف الناس وكنحس غير بالناس وكندير على ود الناس وعندي مشاكل مع الناس وكنهضر في الناس وكنحكم في الناس، وانا ما راضياش براسي وانا ما راضياش بهم وما راضياش بالمجتمع. 99.99% في المغاربه طايحين في العار، يعني في اقل طاقه ديال الوعي. وعاد تقولوا لي الهدوء، احياني كيخرجوا لينا مع وليداتنا، كاينين بزاف ديال المعطيات. اليوم احنا كنا هربانين من ولادنا حيت كنا مشغولين في خدماتنا، كنا مشغولين، هما مشغولين، كنديوهم ليكول، كنلوحوهم في ليكول المدرسه، وحنا كنمشيو نتسيبو في خدامينا، لا هي تسيبنا في خدامينا، واللي ما عندهاش خداميه كترجع للدار وتجلس في الماعن وفي الكوزينه وفي الطياب وداكشي، حيت حنا ما كانش عندنا تواصل مع ولادنا. وحيت ما عندناش تواصل مع ولادنا، اليوم وجهنا في وجههم، وحتى مع رجالنا وجهنا في وجههم. اذا اللي ما عمرنا ما طريتيناه قبل غيتطريطا دابا، اللي ما عمرنا ما خدمنا عليه غيتخدم دابا. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، وليداتنا عياو، ولفوا الخروج، ولفوا الصحاب، ولفوا المدرسه، ولفوا فين كيتلفوا. دابا ما كاينش هدار صامت، طلعش سختو لك نتوما الموات اللي ما خصش الصالون يتخسر، ما خصش هادي تخسر، ما خصش هادي تهرس،
راه عياو عياو عياو، وقالوا لهم قراو، والدراري ما مولفينش كيقراو بهذه الطريقه هذه في الدار. عياو الدراري عياو عياو. ونقول لكم واحد القضيه غادي تلاحظوها مزيان، كنقولوا لولادنا قراو وحنا ما كنقراوش، كنقولوا لولادنا ما تهزوش الطابليطات والتليفونات وحنا هزينهم، تنقولوا لولادنا حبس ما تفرج في التلفزيون وحنا كنتفرجوا في التلفزيون، كي سواء تلفزيون ولا طابليطه ولا تليفون، المهم كيتسموا الشاشات، حنا كنستعملوا الشاشات وهما ما عندهمش الحق يستعملوا الشاشات، وعندهم الحق غير يقراو. وانتي اش كديري؟ لا الاب عنده خدمه في قلب الدار، الا انا كنهضرش على الاب والام اللي عندهم خدمه تيلي ترافاي كيتسمى خدمه قلب الدار، يعني كيستعملوا لورديناتور ديالهم ولا التليفونات وكيخدموا نفس الخدمه ديال برا كيخدموها لداخل ديالهم في الدار. هنا على الاقل الدراري غادي يلقاو بان والديهم مشغولين، يعني معمرين وقتهم. اما الوالدين اللي ما كاين ما عندهم حتى اهداف، ما كتقرا كتاب، ما كدير والو، خدامه غير في الواتسابات، خدامه غير في اليوتيوب، خدامه غير في التلفزيونات، في الكوزينه، انت تقولي لولدك سيري تقري وانت ما كتقري ما كديري والو، يعني انت اصلا ما عندك حتى هدف، ما شايفكش علاش عايشه النهار كامل، علاش عايشه النهار كامل؟ راه غيتصدموا هاد الدراري، هاد الدراري غيتصدموا الا لقاوكم ما كديروا والو، ما عايشين على والو، مهزين كتاب، مهزين ورقه وستيلو كتكتبوا، متشوفوا راسكم هازين ورقه وستيلو يهضر معاكم الدري، قولي له راني كنقرا، ما تقوليليش راني كنتفرج في واحد المدربه، قولي له راه تنقرا كندير التمارين ديالي، باش لعل وعسى خير يحسوا بان حتى هما في التمارين، حتى هما في التمارين. انا ولادي ولاو عارفين اني انا هزه كتب، هزه كتب، هزه اوراق، هزه ستيلويات، حتى ولو كندخل نشوف خدمتي في التليفون ديالي ديما كيلقاوني هزه شي حاجه كنكتب، وعارفيني دابا عندي قرايه، عندي خدمه، عندي دروس اونلاين، يعني كنتدرب اونلاين، انا كنعطي الدروس والناس كيعطيوني دروس، دوك انا كنتعلم. هادشي علاش لقات واحد الساعه بنتي بوحدها مشات كتقلب على دروس الانجليزيه اونلاين، في الاول قلبات عليهم غراتوي، من بعد لقيناهم بيونت، ماشي مشكل، وبدات كتعلم وكتجي عند باها وكتنطق الكلمات كتقول واش كنطقهم مزيان، حيت علاش؟ حيت خاصنا نكونوا المثال ديالهم. وليداتنا اليوم حنا ماشي مثال ديالهم، حنا قالتين هدار صاعد جماع اجي تقرا وانت ما غتساليش وغتسقط كول، راه ولادكم ما ياكلوش هاد الايامات في خبارك، ما ياكلوش غير حنا النهار كامل حنا صايمين، وهما الشهيه ديالهم ضعيفه بزاف، لان منين تجيهم الشهيه ما تعطيهم فيتامينات، ما كتقويو لهم المناعه ديالهم، ما كاين والو من هادشي كامل، ما كاينش. انا نشوف واش كاين شي سؤال اخر. لا تنشوف شي سؤال. اختلاط المشاعر، نعم والله كاينين المشاعر كثيرة، ذكريات الطفولة كلها رجعات أو المواقف كلها بدات كتحل. شوفوا نقولكم واحد القضية، بزاف كيوقع لينا أننا كيقولوا لي الناس مريم ما تنذكرش الطفولة ديالي بزاف والتفاصيل ديالها، حيت كان الألم والمعاناة، درجة الألم والمعاناة. شوفوا أنا كنهضر على هذا الشيء، هذا تنتواصل مع الطاقه ديال الطفوله، صافي كنبدا ننظف معاكم. درجه الالم والمعاناه اللي عانيناها الايغو ديالنا كيحاول يسدها، ملي كيحاول يسدها باش ما نزيدوش نعانيو اكثر، وهذا الشيء شرحه بالتفصيل في واحد الفيديو معمق زعما في الدوره ديال الطفل الداخلي، تالقي مع طفلك الداخلي. وداك الشيء علاش ملي كنبدا تحلوهم بشويه بشويه كلشي كيتحل، كلشي كيتحل الحمد لله، كلشي كتبقاو تبكي وكيخرجوا مشاعر كيتختلطوا، مشاعر ديال اللوم والعتاب وتانيب الضمير، وعلاش انا وقع لي هادشي، وعلاش انا درت هادشي، وعلاش ما كنتش اختاريت اختيار اخر، وعلاش 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 علاش. كل يوم العطيش عطشي غير خرجي. كاينين اللي فهاد الفتره كيصحوا شحال من حاجه، انا نحاول نقلب على وليت في توتر مع زوجي، كاين عادي حبيبتي عادي عادي، لان الاطفال ديالكم الداخليه هما اللي كيتوتروا مع بعضياتهم، ماشي البالغين، ماشي الناس الكبار، الداخل ديالكم اطفال، الاطفال ديالك كيضربوا مع الاطفال ديالو، وسخطوا لك انت واحد فيكم محل ما منظف، ما دار تنظيفات عميقه شحال. كنت تصفرات عندي قبل وكنسمع ليكم وكنحاول نتفهم الوضع. انا تحل بيك كوكوتات الخوف، كنحس بخمول وعدم الرغبه في الدراسه. نعم كاينه حبيبتي كاين.
راه ماشي ساهل شنو كندوزو بيه اليوم، راه ماشي ساهل عرفتي. لان طول هاد السدان، هاد الكوفينمون، هاد الحجر الصحي طول بزاف، وحنا ما مولفينش في هاد السدان الكتير. لان كي قلت لكم اللي مولف كيسد على راسه ويدخل لداخل ويبدا يفتش ويقلب ويقلب، هذه طفله خصني نتسامح معها، هذه طفله ما عرفت شنو واقع لها، هذه مي خصني نتسامح معها. اللي كان كيفتش بشويه خيسدوا عليه 10000 الف باب ويسدوا عليه كل شيء، الدنيا كلها تسد ما يحسب حتى شي حاجه. ولكن اللي ما عمره ما فتش الداخل ديالو غتجي شي شويه صعيبه هذه القضيه هذه. ونعاود ونكرر، ما تخدعوش مدربين كيخرجوا بواحد الفرحه، بواحد السعاده، بواحد المتعه، واحد كيوريكم واحد الجو. عرفوا حاجه واحده، راه الملف اللي كيهضروا لكم عليه الا كانوا كيهضروا على الاطفال، راه الملف ديال الاطفال ديالهم ساله. الا كانوا كيهضروا لكم على الفلوس، راه الملف ديال الفلوس ساله. الا كانوا كيهضروا لكم على الام، راه الملف مع الام ديالها سالاته. الا كانت كتهضر على راجلها بواحد الطريقه اللي خياليه، راه الملف ديال راجلها سالاته. وهاد الملفات ما كنساليهمش في حياه وحده، والحمد لله ان ما كنساليهمش في حياه الاخرى. اللي بدينا دابا كنساليوه في حياه اخرى، كبدينا في حياه اخرى كنساليوه في حياه اخرى وحنا غاديين. لان الله سبحانه وتعالى عادل وعادل وحق، وكيعطينا فرصه وفرصه 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 باش حنا نتنظفوا بوحدنا، نتنظفوا بوحدنا. ما كاينش اللي غيجي يعاقبنا ولا يتحاسب معنا ولا يشوطنا ولا يشوينا ولا يهزنا من هنايا، ما كاينش هادشي. وليت مجنونه. تنظيف كثره البول، حاشاكم التبول كثير حتى هو، وسورتو الا كنتو كتشربوا الماء وتتبولوا، وسورتو مع الصيام حتى هو. اشنو ندير باش نحل الكوكوتات؟ بغيت نظف نولي نبغي الله بحال اللي كيما كتبغيه انتيا حبيبتي. دوزي عندنا التليجرام قناه نور على نور، دوزي الفيديوهات ديال اليوتيوب، دوزي 700 ولا 800 اوديو كاينين في هذا في القناه نور على نور. دوزي المحاضره ديال الطفل الداخلي، المحاضره ديال المظلم الى النور. دابا راه كاينه الميديتاسيون ديال التامل ديال الطفل الداخلي بوحدها. هادشي كله غادي تزيدي تكثري. هو في واحد الناحيه بزاف كيقولوا لي داز احسن رمضان. علاش؟ حيت كاين متبعيني في برنامج وكنشحنوا وكننظفوا وكننظفوا الهاله ديالنا وكنستنشقوا واحد النور وكنحيدوا الحاجه الخايبه. كاينين الناس كيقولوا هاد الهضره هادي، او ميم طون راه هو حنا كنديروا هاد البرنامج، راه هاد البرنامج هو اللي تيخلينا نخرجوا هاد الشيء كامل. حيت ملي تدخلي نور الله باسماء الحسنى تيتلاقى مع شنو عندك لداخل مكبوت باش تخرجيه. راه تيخرج، راه ما تيخرجش غير بهذاك الحاجه السوداء اللي كانت نديروها في الزفير. وهذا راه كيخرج، تتخرج بالبكاء، كتخرج بزاف الاعراض بمشاعر، فهمتوا؟ اذا حيت استعملتوا هذاك البرنامج العميق ديال طاقه رمضان واسماء الحسنى، راه حيت داك النور باش يدخل خصو البلاصه تكون نقيه، وباش ينقي هو البلاصه كيخوي، وباش كنخوي المشاعر كيطلعوا. هذاك الشيء علاش كاين اللي كيقبض معتقدات. برافو عليكم والله، الله اكبر. شنو اخر احنا باقيين؟ اوكي، المهم انا كنشوف واش كاينين شي اسئله عندهم علاقه بهذا الشيء، وانا باقا كنقرا لكم شنو الناس باقا عليهم. الحمد لله. والو اللي حل قبل، واللي خدا اختصاصيين قبل، واللي هو شرى محاضرات ولا دورات وبدا تيطبق فيهم، مهم حل بشويه بشويه. هادشي ما غاديش يجي صعيب بزاف، غيجي ولكن غيكون مراقب، غيبدا يراقب وغيبدا يتقبل وغيبدا يحاول يقول هادشي غنخرج منه دغيا. اللي هادشي ما عمره ما حل، ما عمره ما قال شي نهار نجلس معاه راسي جلسه نشوف الدخل ديالي شنو فين، نشوف النفس ديالي شنو هزه، نشوف العقل ديالي شنو هز، نشوف الجسم المادي شنو راه تياكل. اللي ما عمره ما جلس جلسه ديال المحايده مع راسو ولا مع اختصاصي ولا مع شي حد، راه غادي يجي شي شويه هادشي ماشي ساهل.
وي كاين كنشوف غير العصبيه العصبيه العصبيه. اه اطفال ديالنا كيخرجوا، اطفال ديالنا كيخرجوا. الو غادي نجي لكم للقضيه هذه. خرجوا لكم تحلوا لكم الكوكوتات بزز منكم اولا بخاطركم ولقيتوا فيها العصبيه لا كولير. عصبيه شعور من المشاعر اللي وراها كاين الغضب. لا كولير الغضب كاين وراه العصبيه كاين وراها الغضب، كاين شعور الغضب وراها. هذاك الشعور الحاجه الوحيده اللي كنصحكم ما تدخلوش في ضدها. انا تعصبت من بعد ما ندخلش في اللوم، ما ندخلش في العتاب، ما ندخلش على صورتي انا خاصها تكون زوينه قدام ولادي وراجلي والناس اللي عايشه معاهم اليوم. انا تعصبت من بعد ما نبقاش نفكر في تصويرتي ملي تعصبت. ما تفكروش في راسكم ملي تعصبتوا، ما تفكروش، فكروا في داك الطفله اللي خرجات وتعصبات وخرجات اللي خصها تخرجوا. اعتذروا، تسامحوا مع الناس اللي تعصبتوا عليهم، ولكن ما ندخلش في لهم وعتاب. علاش تعصبت؟ علاش خرجت بهاد الخرجه هكا خايبه؟ ما تدخلوش في اللوم والعتاب، راه من اقل درجات ديال الوعي والطاقه. ما تدخلوش. ومن بعد ما يجيوش شي مدربين ولا معالجين ولا كوتش ولا اللي بغيتوا يقولوا لكم ما تعصبوش، بردي، صبري، سدي. فين نسدو حنا حياتنا كامله وحنا كنسدو؟ نعاود نسدو دابا؟ لا ما نسدوش. حنا نسدود علينا برانزين ونسدو لداخل؟ ما نسدوش، ما نسدوش. حيت الا سديتو ما تخرجوهم في ولادكم، الا سديتو ما تخرجوهم في رجالكم. ما نسدوش. ما يجيش شي واحد يجي يقول لكم سدو وما كي معصبه وما كي كتعصبي. اه كنتعصب، وشنو بنيتها؟ هي ماشي انا، راه واحد البارتيه فيا، واحد الجزء فيا مخارج كيتعصب. تقبلوا ان تقبلوا الصوره ديالكم وانتم خارجين معصبين. حيت المشكله اللي كتوقع هو الندم والالم والعتاب والحكم وتانيب الضمير اللي كيوقع من اللي كنتعصب. وانا تعصبت، راه كتوريو واحد الصوره لوليداتكم. ما غاديش تخرج هاد العصبيه كل نهار، بالعكس كل ما خليناها تخرج كوريكت مزيان كل ما يبقاش تشفى ولادنا ديما. ولكن حنا كنخرجوها وكنزيروها، نخرجوها ونزيروها، نخرجوها ونزيروها. ما خصناش نتعصبوا قدام ولادنا، ما خصناش نتعصبوا على ولادنا. علاش؟ شكون اللي قالها لكم؟ ما كاينش حاجه سميتها ام مثاليه. اللي عندي غيخرج انا وياهم ننظفوا. علاش هما جايين عندي؟ جايين عندي في حياتي باش انا ننظف انا وياهم. داكشي اللي غنخرج عليهم راه هما محتاجين له باش يتنظفوا هما معايا. ما تدخلوش، ما تلوموش راسكم، الله يرضي عليكم ما تلوموش راسكم. تقبلوا الوضع، وكل ما تقبلتوا العصبيه ديالكم اللي خرجت كل ما تعاودش تخرج، غتخرج مره. ولكن الا بقيتوا تضغطوا عليها وما بغيتوش تبينوا راسكم راكم معصبين، وما بغيتوش تبينوا راسكم حزنانين، ما بغيتوش تبينوا راسكم راكم عيانين، لا راه غيخرج داكشي باللي بغيتوه ولا ما بغيتوش غيخرج. نشوف الوقت باش نقدر نسجلوا، نشوف فين وصلوا لهذا. انا تنبغيكم حبيبتي الهام. اللي كيسول على الكوكوتات كيفاش نحلوهم يمشي لقناه نور على نور، يعاود فيديو اوديوات من الاول حتى الاخر. كاين شي 700 ولا 800 اوديو. فهاد الحجر طلعوا لي شي حوايج وتصدمت في راسي. ماشي غير غتصدمي، غتصدمي وتصدمي وتصدمي وتصدمي. تلاقيت مع الاطفال الداخليه وتصالحت معاهم، لكن مازال اخرين بيان سور مازال انا باقا حلهم وباقين عندي. انا اول انا باقا خرجت لي وحده ديال 11 عام هاد لي هاد السيمانه هادي 3 سيمانات، هادي 4 سيمانات، 3 سيمانات غنخرج وغنهضر عليها، لان هادي عمرها ما خرجت لي في حياتي. اول مره كتخرج خرجت هاد العام فهاد التامل وهاد الصلوات والخشوع ديال رمضان، وفرحت بها حيت خرجت. الصراحه كانت صعيبه ولكن وما كانش حساب لي بانها مقيوصه. هذيك الطفله كنقول هي بوحده اللي ما مقيوصاش، مي غنخرج ونهضر على هادشي كامل ان شاء الله. تنقول لكم راه ما ساليناش الطريق، راه كنقول لكم الطريق طويله، راه كنقول لكم عندنا ملفات 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 ملفات. نشوف اخر الاسئله. عرفت علاش ما مرتاحاش في الزواج ومع الزوج؟ بيان سور حنا هازين هما هازين، واطفالي كيتعاملوا مع اطفال ديالهم كي غنكونوا مرتاحين. لقيت عندي خوف كبير وعدم حب بالذات. الا رجعتي للفيديو الاولاني اللي درت في رمضان ملي دخل مع رمضان، درته مع واحد تونسيه، واحد درته في الصفحه ديال جليس كوم. هذاك كنهضر على الحب والخوف. الا كيكون خوف ما كيكونش حب. رجعي لهداك الفيديو راه غادي تستافدي منه كثير.
اللي بغى يحل كوكوطات يرجع للمحاضره ديال الطفل الداخلي والتامل ديال الطفل الداخلي، هذا مدفوع. اللي ماشي مدفوع كاينين الاوديات كلهم ديال 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 قناه نور على نور. ما شاء الله وصلنا اكثر من علينا 400. شوفوا هاد الحجر راه ماشي غيخرج غير الخوف، دابا نتوما بالكم غير الخوف، حيت نتوما كتعرفوا غير كلمات خوف، كتعرفوا كلمات خوف وعصبيه وقلق وحزن واكتئاب، مي راه حنا عندنا 300 شعور، يعني راه ما تصوروش العقل نوعيه المشاعر اللي كيخرجوا في هاد الحجر. عندي عند راجلي، عند وليداتي، عند الناس اللي عايشين معايا، الا كانت امي با خوتي حماتي، راه كلهم غيخرجوا لهم، كلشي غيخرجوا اليوم شي حاجه. ما كاينش، ما يمكنش هاد السده ديال برا ما تخرجش فينا، ما يمكنش، ما يمكنش، كنقول لكم وكنعاود. حيت علاش؟ حيت كنت قبل السده ديال الداخل حنا اللي كنمشيو نقلبوا فيها ونحلوها، دابا سدوا علينا من برا، لان برا ما بقيناش فين نتلفوا، ما بقيناش. دابا ولينا حنا فاصانو، يعني فاص راسنا وفاص الناس اللي حنا معاهم، ما بقناش فين نهربوا، فين نقلبوا، فين نتساراو، فين راه حتى ملي كنسافروا مع رجالنا ووليداتنا ما كنجلسوش معاهم، راه يمكن كنسافروا مع عائلات، كنمشيو نعومو، مي ما كنجلسوش فاص، راه ما كاينش فين نهرب. راه قلت لكم النهار الاول اللي فاش بدينا رمضان، قلت له راه كاين غير الحيوط، راه ما عندناش فين نهربوا. علاش؟ قلت لكم الا تعقلوا، قلت للعيله تسدوا فمكم، ما تردوش على الرجال، لان الا يتعصب الراجل ويجي صنقعك ما عندك فين تهربي، ما عندكش، امشي جلس عند امي، فين كاين الحجر الصحي، فين تمشي جلسي عند امك. تانا والله العظيم اللي تانا قاصات نظيفات، تانا قاصات نظيفات، ما كاينش هذاك الشيء. علاش شويه خبرت عليكم؟ عاد كاين اسئله كثير 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 كثير. شفت راسي في المرايه مع الصباح تخلعت، تانا مريم، هذه مريم، هذه تانا. انا ملي كنشوف انا كنوي خايبه ملي كنكون مع الصباح، فريمون العصبيه ديالي عينيا كيحمروا، هاد البلاصه هذه كتبدا تتكشكش. لا لا، انا العصبيه ديالي، انا الانفجارات ديالي الحمد لله اللي نقول لك 4 سنين الاخرانيه كنخرج مره واحده بداك المنظر ديال الطور الهائج مره واحده، وليت عارفه علاش، وليت عارفه كيفاش، وعلى ملي كيخرج، وشنو اللي كيقيسو، يعني وليت عارفه هاد القضيه ديالي، يعني وليت المراقبه. اما قبل كان داك الثور كيخرج ديما اللي قاصو يخرج عليه، اللي خرجو يخرج ينطحو. هذاك الشيء علاش صورتي هذا كيتسمى طريقه ديال حب الذات وصي، صورتي وانا عصبيه راه ماشي هي انا، صورتي وانا معصبه راه ماشي هي انا، راه طفلة ديالي من أطفال اللي خرجات في الجسم المادي ديالي، سيتو، ومشي حتى أنا واحد البارت ديالي، لأن أنا روح، والروح ما عندهاش العصبية، أنا ماشي عقل، أنا ماشي جسم، أنا ماشي نفس، إذا أنا روح، إذا ماشي أنا اللي خرجت معصبة، بارتية فيا، واحد جزء فيا. دونك صورتكم على راسكم راه ماشي نتوما، وحيدوا هذيك الصوره، ما تبقاوش تقولوا انا عم الله كيخرج مع الصبا، انا عم الله، وتبقاو تشوفوا الناس اللي كيشوفوا فيكم كيخرجين مع الصبا. خرجت عصبت، اللي عندي فيا خرجوا صافي. جوا كنقولوا حنا، كنا كنقولوا الناس اللي قبل ملي كنا كنامنوا وكنعتقدوا بالسحر والجن والشعوذه، كنا كنقولوا الجواد اللي فيا خرجوا، الجنون اللي فيا خرجوا. الجنون، الجنيات ديالنا هما الاطفال الداخليه، الاطفال الداخليه ما اللي يوريكم شنو الا خرجوا شنو يديروا، وراه يتحيروا بالمغربيه، يتحيروا. الو غنشوف عاوتاني واش كاين شي سؤال. اش كديري ليهم كتذكريهم هي خرجوا ليك؟ تذكر تفكريهم وتشوفيهم وتشوفي الطريقه ديالهم، كيفاش كيخرجوا، واش كيقولوا لك، باش دازوا. انا وراجلي ولينا كيفاش
مش الفش المش مع الفارطو ميجيري وعادي راه قلت لكم، راه قلت لكم الاطفال ديالنا كي تي 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 تيخرجوا كلشي تيطردق كلشي تيتحير انا علاش خرجت اليوم نهضر معكم؟ باش ما تبقاش تابعين مدربين ولا اختصاصيين خارجين ليكم في هدوء وكيهضروا على راجلهم، كيهضروا على وليداتهم، كيهضروا على الحاجه الصحي، ويحسب لكم راه هذاك هو الدنيا، راه نتوما ما حطيتش الكاميرات في ديورهم باش تشوفوا الناس كيفاش عايشين. راه شي علاش خرجت ليكم؟ حيت نتوما ساليتم المسلسلات ديال التلفزيون وغادي تدخلوا في مسلسلات ديال اللايفات ديال المدربين وكوتش ديال التنميه ديال الذات والطاقه والروحانيه، وغادي يحسب لكم ولا لا هاد الناس عايشين. اش عايشين؟ راه ملف من الملفات ديالهم اللي محلول، ماشي ملفات ديالهم كاملين. ديروا الكاميرا على ديورهم وعيشوا معاهم. وهاد القضيه غادي تدخلكم في تانيب ضمير، غادي تقولوا نتوما علاش انا هكا دايره مع راجلي، علاش انا هكا دايره، علاش انا باقا كنتعصب، علاش سيده بحال مثلا اللي كتشوفوا قدامكم مدربه خارجه عندها 40 عام وانا عندي 40 عام وهي واصله لواحد الهدوء واحد البساطه، وكتهضر على وليداتها زوين وكتهضر على راجلها زوين. راه غادي راه تاكلوا الدخل ديالكم، راه الدخل ديالكم غتاكلوه، راه غتزيدوا عصبيه على عصبيه. ولكن علاش خرجت ليكم؟ باش تفهموا بان راه داكشي راه ماشي 24 سور 24، راه ماشي 24 ساعه. وباش تفهموا واحد القضيه، راه من حقكم تعصبوا، من حقكم المشاعر يخرجوا، هذوك المشاعر راه دي زالارم دايرين بحال بولات كيسونيو، من حقكم. ما تدخلوش تانيب الضمير، ما تدخلوش تاكلوا راسكم من الداخل، علاش انا تعصبت، علاش انا ماشي مزيانه مع راجلي، علاش نتوما يلاه في الطريق. هذيك سدات واحد الملف ولا حطيتو لها الكاميرا على حياتها غادي تشوفوا بزاف العربون مزيان. ما تنوريوكمش حياتنا 24 ساعه على 24 ساعه. انا حقيقيه، شي انا حقيقيه، الا جيت نوريكم نحط لكم الكاميرا تخلعوا، حيت انا قلتها لكم، انا قلت لكم ما ساليتش، انا ما تخرج لكمش. انا زعما عم واخا ما عرفت فين نوصل في الوعي، ما عمري ما تخرج، انا ما تخرجكمش مريم كتهضر شويه، لا ابدا، حيت انا في الحي انا هكا ماشي عصبي، انا هكا، انا عندي واحد، انا عندي طاقه. كنهضر كاينين الناس كنعيطوا عليهم ان سون فخوا، ماشي باردين، لا ماشي باردين، عندهم واحد الطريقه كيهضروا بشويه، انا لا، انا واخا نوصل معك في اي درجه الوعي انا غتلقاوني تنغلي، عندي حماس، عندي ايجابيه، عندي مي بهالطريقه هذه بيديه برجليه عينيه كيهضروا، راسي كيهضر، شعري كيهضر، ما نقدرش نبقى جامع يدي وتنهضر معكم شويه، ما نقدرش ما نقدرش. راه الناس يدخلوا عندي في الدورات غادي يشوفوني كنغلي، كنمشي كنجي، ماشي كنغلي بالعصبيه ولا كنغلي غليان، لا لا، انا هكاك عندي الحماس، عندي حيويه، ما يمكنش كلشي فيا كيهضر، حيت انا جو سوي كينستيزيك. انا كينستيزيك، بمعنى كينستيزيك يعني كنستعمل الجسم المادي ديالي باش نعبر، دونك اللي كينستيزيك كيكون هكا، اوكي. دونك الله يرضي عليكم، ما تغروش شنو كتشوفوا قدامكم كتسمعوا، راه الملفات ديالهم ماشي كلهم ساويين، سينو علاش راهم باقيين فوق الارض والتجربه الارضيه. ملي نتوما تعصبوا يخرجوا لكم المشاعر كاملين، حاولوا ما امكن تقبلوا المشاعر ديال الاطفال الداخليه ديالكم، ما تحاولوش تغطوا عليكم، ما تحاولوش تقولوا لا انا علاش تعصبت، انا علاش خرجت وليداتين، علاش ضربت ولدي، لا ما تعصبوش، تقبلوا الامر، كل ما تقبلتوا الامر كل ما غتعيشوا احسن. ما يجيش شي واحد يقول لك علاش ضربتي ولدك، علاش تعصبتي على ولدك، لا 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 لا. ولا يقول لك ممنوع الضرب عند الاطفال، منين وصل لواحد المستويات. انا كنت كنضرب في الاول ولدي، ما عمري ما ضربت بنتي، قصت ولدي واحد الايام ومن بعد فقت، لقيت راسي كنكرر شي حاجه اللي اصلا انا ما دارتش عليا، حيت كاينه في الوعي الجمعي. واحد الساعه وعاتني ماما قالت لي فين عمرك تضربتي باش تضربي ولدك، من بعد صافي ما عاودش قصو، وماشي حتى داك الضرب اللي عنيف. ولكن ما يجيش شي واحد يقول لي حرام ممنوع انت واصله للوعي وكتضربي وعصبيه، لا 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 لا، ما تدخلوش تاني بالضمير. الا شي واحد كيعايركم كيقول لك هاد التنظيف كامل وهاد لي ثيرابي كاملين وهاد العلاجات وكتسمعي اللايفات وكتسمعي وهذا وبقى عندك العصبيه، نحمد الله حيت باقي المشاعر كيخرجوا عندي، نحمد الله ان داكشي ما مسدودش. كاينين الناس دابا سادينو كيبينوا واحد الماسكات اللي غريبين، لا الحمد لله ان داكشي كيخرج والماسكات ما بقاوش داك الماسكات، وما بقاش شغلي في الناس كيفاش كيشوفوني. المهم انا داكشي نرتاح من الداخل، نخرج بركه علينا ما نسدو علينا من الداخل بركه. كيفاش نخرجو، كيفاش يخرج، كيفاش تخليه يخرج، هذيك مرحله اخرى، هذيك مرحله اخرى، اوكي. انا غنحاول نثبت اللايف
اوكي دونك الله يرضي عليكم. سده اللي سدينا على راسنا لداخل، ما عرفناش نعبروا على مشاعرنا، ما عرفناش نعبروا على امي مات ليا، با مات ليا، تفرقت على خويا، خويا مات ليا، رحلوني من دار لدار، وانا تفقدت الاصدقاء ديالي. هادشي كله دوزنا في الصغر، اغتصابات، تحرشات جنسيه، هادشي كله اللي دزنا به في الصغر ما قدرناش نعبروا عليه، ولا قدرنا نهضروا مع شي حد عليه، ولا قدرنا شي حد جاي يطبطب لينا يقول لنا مالك، شنو وقع لك، واش حسيتي، واش فهمتي، واش ما فهمتيش. هادشي كله حتى واحد ما هضر لينا عليه. بقاو الكوكوتات مسدودين، اليوم غيخرجوا، لان السده ديال برا غتخرج لينا السده ديال الداخل، صافي غيبدا هادشي تيتحل. انا جيت نقول لكم الا تحلت لكم شي حاجه تقبلوها، ما شغلكمش في الصوره ديالكم قدام الناس اللي نتوما حداهم، هادوك ماشي مشكل، داكشي كله غيداو، هادشي كله غيتنظف، المهم تكوني مرتاحه من الداخل ديالك والطاقه ديالك تعلى. وكل ما خليتوا الحاجه تخرج كل ما احسن، كل ما احسن، كل ما نتوما ارتحيتوا من الداخل ديالكم. وما تغروش مختصين كيخرجوا لكم في واحد الظروف اللي زين بيس اند لوف، لا شي ديزولي، كونوا حقيقيين وبنادم يكون حقيقي. وانا فرحانه بزاف انني كنحمد وكنشكر الله سبحانه وتعالى انه دربني على يد اجنبيين مؤمنين، لان كي وراونا الحقائق ديالهم. سبحانك يا الله، كيفاش لابسين، كيفاش كنشوفوا الصوره الغضب ديالهم، كيفاش القلائل من المدربين اللي كانوا دربوني غير حقيقيين، عرب والله العظيم غير حقيقيين، تبينوا لكم واحد صوره كامله كامل، داك بنادم ما عنده حتى فين تشد عليه، هذا عنده حكم وتحكم وسيطره ديال الايغو عالي بزاف، لدرجة أن ما بين على داك السيد ولا داك السيدة حتى حاجة، كيحسب لكم وصلوا لدرجة التنوير. ولكن للأسف واخا تكوني في التنوير، ولا شفتوا المدربين الأمريكيين والكنديين وبعض الأوروبيين، والله العظيم وهم واصلين عاليين فايتين 700 في التنوير وطبيعيين، وتهضروا لكم بواحد الطلاقة، وتهضروا بواحد تكونوا عاديين، تتشوفوا المشاعر كلهم موجودين، في حين ان كاينين بعض المختصين ما كاينش ما كتشوفش لا غضب في وجهه ولا حزن لا والو 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 والو، ولا يموت له شي حد كيخرج عند الناس بحال يبين راسو معتفين واصل. لا حنا مزيان، مشاعر زوينين ندوزو بهم، راه التجربه الارضيه ديالنا، الحياه اللي حط لينا ربي، الامانه اللي حطها لينا ربي باش نجلسوا فوق الارض، غير باش المشاعر يخرجوا، غير باش المشاعر يخرجوا. اوكي دونك لا تاني بضمير، لا لوم لا عتاب، كنزلوا الارض بهاد الطاقات هادو، ملي يخرج شي حاجه نتقبل، وان شاء الله غادي قريب نخرج. انا كنتسنى ان شاء الله غير الحجر الصحي يتحل في بعض البلدان، لان تحل عندنا حنايا في اوروبا، يتحل في بعض البلدان، وغادي نخرج لكم غنخرج لايفات كثير، وغنعطيكم 5 ديال الفيديوهات، 5 بالدارجه المغربيه و5 بالعرب بالفرنسيه، مجانيين، غادي عميقين في هادشي ديال التنظيفات ديال الداخل والاطفال الداخليه. ومن بعد نتوما غادي تشوفوا واش تقدروا تاخذوا الدور الكامله ديال 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 تالقي مع طفلك الداخلي، علاقتك على حسابك على جهدك على كيما بغيتي باذن الرحمن. اوكي مريم حقيقيه بزاف، وانا فرحانه اني وصلت الحقيقه ديالي وانني كنبينها. ملي كنت صغيره وانا ما همنيش الناس، حيت في هذه التجربه الارضيه ديالي ما شغوليش في الناس، كيفاش يشوفوني الناس، كيفاش يقولوا هذه مالها خارجه هكا، مالها دايره هكا، مالها لابسه هكا. كنلبس كيما بغيت، وكندير اللي بغيت، وكناكل اللي بغيت، وكنخرج كيما بغيت، وما شغلش الناس فيا، حيت فت هذه المرحله هذه. دونك غنخرجوا بحقيقتنا، وكل ما قربنا لحقيقتنا غنقربوا للروح ديالنا، وكل ما قربنا الروح ديالنا اللي هي روح الله غنكونوا في تواصل مع الرحمن. كنبغيكم بزاف.